لا شك أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كل واحدة منهن كانت من اختيار الله سبحانه وتعالى. تخيلي لما الواحد بيقول إن زوجتي دي من اختيار أمي، من اختيار أبويا، ده من اختيار كذا، فبيبقى الموضوع. لكن تخيلي هؤلاء الزوجات كنا من اختيار النبي عليه من اختيار الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. سيدة مسلمة لها قصة طويلة، هي ست، يعني عارفة احنا ساعات في بعض الألفاظ بنقولها، وأنا لا أقصد أقول ذلك على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بنقول دي ست بنيت راجل، اللي هي عارفة اللي هي بتبقى عندها طبعا شديدة شديدة وعندها ويعتمد عليها أيوة ومتحملة قوية، المسؤولية أيوة وكده. شريفة عفيفة نزيهة كده، كل الصفات دي بتبقى موجودة. فأنت بتشوف تحس إنك بتعامل، أنت مش المقصود تتعامل مع راجل كإساءة ليها، أنت قصدك بتتعامل مع حد شريف، حد عفيف، لا حد احنا قوي، متفاهمين، حد احنا حد بنحب يحتوي. هذه. فأقصد هذا على أم سلمة رضي الله عنها، سيدة قوية جدا إلى أبعد الحدود، لا تتأثر بأي شيء، حكيمة عاقلة رزينة. ستي دي جوزت واحد اسمه أبو سلمة، وده ابن عمها، وده لما اتجوزته ودخلت في الإسلام، هجرت مع جوزها أول هجرة إلى الحبشة، وبعدين رجعت تاني، وبعدين النبي هاجر إلى المدينة، وبعدين جت تهاجر هي وجوزها إلى المدينة، فأهل أهل قريش منعوا زوجها من الهجرة وتركوها فهاجرت، مشيت كملت الطريق. عارفة أنت الشخص اللي هو بيبقى بياخد خط يمشي فيه ما بيرجعش لورا، دي ما بترجعش لورا، ما فيش رجوع، دي على طول مسكوا جوزها او حجزوه او حبسوه واطلقوها، كملت على المدينه على طول. وده كان ايذاء شديد جدا، وفضلت ماشيه لوحدها لغايه لما وصلت عند ابيار علي، وده يعني خلاص فاضل 50 كيلو ولا 20 كيلو على المدينه المنوره، يعني مش حوالي 400 كيلو في وهي تسافر هذا السفر منفرده. بعدين تيجي ينتهي الامر بعد كده ان هي تقابل واحد اسمه سيدنا عثمان، فياخد مش سيدنا عثمان بن عفان، واحد تاني من الصحابه، فاخذها واكتمل بها حتى ادخلها المدينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلت موجوده لغايه لما جوزها رجع وحضر غزوه بدر، واصيب في غزوه بدر، وحضر غزوه احد، وقتل في غزوه احد زوج ام سلمة. هي بتحكي بقى حكايه، بتقول انا ما شفتش واحده في الدنيا اتعبت ولا اتاذت قد ما انا اتاذيت كآل ابي سلمة لعبد لما مات وهي قاعده بقى في بيتها. فبتحكي بقى الناس بتعزيها وكده، فبتقول انا ما شفتش حد يعني اتالم قد المنا، يعني انا رحت الحبشه ورحت كذا ورحت المدينه وجيت لوحدي وعانيت في كذا وعانيت في كذا، وفي الاخر كمان زوجي يعني استشهد ومات، فيعني انا عانيت وسايب لي اولاد 4، انا المفروض ان انا بربيهم واكون. الكلام ده بتحكيه بين النساء بين بعضهن البعض وهم بيعزوها، فيعني متاثروا جامد قوي. فالمهم الحقيقه الكلام وصل سيدنا ابو بكر، فبعت يخطبها فرفضت، قلت لك لا طبعا، فبعت سيدنا عمر يخطبها فرفضت عشان يعني تربيه الاولاد وعشان كذا، فرفضت رفضا نهائيا، وكان الرفض مباشر على طول منها، يعني لا يعني لا، لغايه لما النبي عليه الصلاه والسلام ارسل اليها يخطبها. لما الست اللي راحت تقول لها ان النبي يرسل اليك ليخطبك، مش هينفع بقى ترفض ولا تقول اه، عارفه انت الموقف اللي بتحط فيه، نقدر نقول اه ولا نقدر نقول لا، يعني هي مش قادره ايه تقول. كانت بترفض ليه؟ هي اصلا هي شديده الغيره، لا تقبل ابدا انها زوجه تكون ثانيه ابدا. الحاجه الثانيه كان حبها لزوجها حب شديد، المها لدرجه ان هي لا تستطيع ان ترى غيره، حتى هي بتقول اني انا لما في احد النبي النبي كان عليه بيقول الصلاه لنا والسلام قولوا لحد يموت عندي يقول اللهم اجرني في مصيبتي خير. واخلف لي خيرا منها، بقيت انا اقول اللهم أجر. لما مات ابو سلمه بقيت اقول اللهم اجرني في مصيبتي، بس بس مش عارفه تقول واخلف لي خيرا منها. هو مين اللي خير من ابي سلمه؟ ليس هناك من احد خير من ابي سلمة، انا مش هقول الجمله دي، هي بتقول كده، تعترض على الجمله مش هتقولها، خلوف مين هيجي افضل من ابو سلمة؟ وهذا كان رايها. فبتقول رضي الله عنها لما حصل ان النبي بعت لها، فبقت مش عارفه تعمل ايه، لو قالت له اه هي مش هتقدر على الاه لانها بتغير ولانها عندها اولاد، ولو قالت له لا ما ينفعش يتقال للنبي لا، طبعا فالموقف بقى صعب جدا. فبعتت للست دي قالت لها لا ارجعي بقى للنبي عليه الصلاه والسلام قولي له انها شديده الغيره لا يمكنها ان تعيش بين الضرائر، انا ما اعرفش اعيش بين الضرائر خالص، فانا لا انا ما اقدرش لا اوافق على هذا ولا اقبل ذلك على الاطلاق. ده اللي حصل. فاللي حصل بقى ان السيده ام سلمه رضي الله عنها لما حصل كده فراح للنبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي جلس معها فقالت له طيب انا ما اقدرش ده انا بغير، فراح النبي عليه الصلاه والسلام دعا الله لها ان يزيل غيرتها،
يعني يزيل اللي في قلبها من ناحيه الغيره والستات والحاجات دي كلها، فاستجاب الله دعوته. واما بالنسبه للابناء، طبعا عندي ابناء يتامى وكذا، فكفلهم النبي عليه الصلاه والسلام واصبحوا، كان منهم عمر بن ابي سلمه اللي هو اللي كانت ايده، الحديث الشهير اللي موجود في البخاري ومسلم، ايده تطيشه في الصحفه وهم قاعدين بياكلوا، فكان سيدنا عمر ده ابن ام سلمه كان لما قال له كل مما يليك، قال له سمي الله كل ما يليك. الولد كان ايده بتطيش في الصحفه، تخيل انت الواحد متجوز واحده ومعاه اولاد وعيالها قاعدين، فالولد الصغير عمال يحط ايده كده في البتاع فيتضايق، فالنبي قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام.